موسيماني افريقيا بس، مش والله قادر يتعامل مع الدوري المصري. مش ممكن. يعني انت بتتعامل مع الافريقيا بشكل كويس وفي الدوري المصري بتتعامل بشكل وحش. لا هو في حاجه مش مظبوطه. و يعني ما انا واحد هي من الناس لازم ما... يبقى ليها حق اه مظبوط. ما انا برضو مستبس. انا واحد من الناس ان انا من المدربين اللي انا بحبهم جدا، بس في فترات بيجي موسيماني تحس ان هو مش ما عندوش تركيز شويه، او عايز يعمل حاجه ليه مع النادي الاهلي او كاداء او كشكل، بس للاسف ده المردود بتاعه بيبقى عكس. يعني بص، يعني ساعات ببتكر عايز اعمل حاجه مدرب زي مثلا مستر مانويل جوزيه لما كان موجود، عمل طفره في الاداء وعمل طفره مع النادي الاهلي في الشكل وفي المضمون وفي حتى في التنظيم داخل الملعب. بس هو عشان يوصل لدي وصل لدي بنتائجه ووصل لدي بالاداء. للاسف اللي انا شايفه النهارده الاداء، ومن ناحيه حتى تكتيك جوه الملعب اداء او شكل، مفيش. اللعيبه نازله النهارده مستهتره جدا، فاكرين ان هم نازلين بطوله هياخدوها وهم ماشيين، عارفه اللي هو انا نازل العب ماتش كده ودي وخدت بطوله وافرح.